ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، شد نادي بورتو عشية السبت الرحلة إلى إنجلترا لخوض معسكره التحضير الثاني هناك بعدما تدرب الفريق في الصبيحة بمركز النادي في البرتغال. بعثة النادي البرتغالي شهدت تواجد النجم الجزائري ياسين إبراهيم المعول عليه كثيرا لقيادة دراغاو نحو أفضل النتائج الممكنة خلال الموسم الجديد، أين سيكون معنيا رفقة فريقه بخوض مواجهتين وديتين أمام إيفرتون يوم الثالث أوت وويست بروميتش يوم التاسع أوت المقبل.